صلوا كما رأيتموني الذين رأوهم المدينة مدينة الرسول. فإذا قال المدينة كان رسول الله يصلي كذا انتهى كما قال كان يصلي في المحراب كما كان، فلأن هناك عمل تريد أن تمحوه لحديث والحديث فيه إما منسوخ وفيه. ولماذا كان أبو حنيفة لا يقول ببعض الأحاديث؟ وهذه مسألة أنتم كعلماء، والأستاذ أعطاني كتاب سناجي للسنة مهم جدا، المباحث مهمة جدا، إن الناس خصهم يعرفوا الأشياء، إن أنتم ما يمكنكمش تغلطوا، هذوك اللي غلطوا هذوك يتخدمون في 24 ساعة يولوا فقهاء 24 ساعة. أنتم لا، أنتم علماء، حتى لا تظلموا العلم، لا تظلموا أمتكم، ولا تذهبوا إلى واحد مسار للصحيح هذا للصحيح. فأنت تعطي الناس من أين جاء آخر. أنا ما أبو حنيفة إحنا نسمعها فيه، ولكن نقول إن أبو حنيفة لا يأخذ من حديث الأحد في بعض الأشياء، ليراها نظر يقول لا أخذ من حديث الأحد في أمر تعم به البلوى، ويسميه من نوع من أنواع الانقطاع. أبو حنيفة عنده 8 أنواع المخطئ. من يقول إن أبو حنيفة كان لا يتعامل مع السنة وأنه كان يلغي السنة؟ أبدا، وهو له منطقه في قبول خبر الأحد ولا. نحن إذا المدارس هو هذا اختلفت فيه، ولذلك نحترم كل المدارس، ولكن لا نقول إن مدرسة ما هي لأنها لا تقول بما نقول به المختار، هذا اختيارها، وهي تعرف لماذا اختارت كذلك ذلك، ونحن على هذا الأساس كذلك نقول. إذن فأنا يبدو لي أن العلل التي نقرأها هي هذه، وأن استدلالات هي أعم، وقد لا يحتاج الإنسان باش ما نطولش عليكم، نقول لنا مشي تكار نطول عليكم فيها. أنا غير أقول لكم أنا باش واحد القضية التي شغلتني هنا، وهي قضية التعليل. أنا أقول لكم هذاك من أخطر المواضيع التي تحدث فيها قضية التعليل. انتشرت إليه نوع ما بأن التعليل والتعليل في الشريعة ويعود إلى أفعال العباد وما ذكرت ذلك. وأنا يبدو لي أن هذا الموضوع حينما أحدث به طلبة دار الحديث الحسنية أرجو أن يعطوه ما هو جدير به من العناية. بعض العلماء الآن أصبح يرجع إليه وأصبح يتحدث. هناك مجموعة من الأشياء، هناك قواعد توحيدية، قواعد في الاعتقاد، وهناك أشياء في الفقه، وهناك أشياء في مطلق التعقل، أشياء مختلفة. فأما العلة في الباب العقلي فهذا موضوع آخر. في هذا الموضوع كان الناس يتحدثون وكانوا مشغولين بعلل هي العلل الأرسطية، وهي أربعة: العلة الفاعلة والفعلة الغائية والفعلة المادية والعلة الصورية. وجاء علماء كثيرون أرادوا أن يلغوا هذه العلل وأن تجاوزوها. ومهما يكون فهذا نتحدث فيه في مجال آخر، أي العلة العقلية التي نتحدثنا فيه بالفلسفة أو المنطق، لكن نتحدث عن العلة في مجال يجمع بين التشريعي والعقيدة، وهي التي تلتبس على كثير الناس. بعض الناس لا يدرسوا العقيدة، لا يدرسوا ما قالته المدارس الأشعرية، وحتى بعض المرات يدرسوا الأشعرية يخطئون، فيقولون إن الله تعالى لا يحمله شيء على شيء، إن هذا التأثير في عموم إن التأثير للأشياء غير صحيح، إن هنالك. وهذه الأشاعرة كلهم يقولون، وبعض الناس يغيب عليه، الأشاعرة لا ينكرون السببيتها، أن السبب مؤثر في مسببه، لأن القرآن دائما حافل بهذا. القرآن قام على أساس السببية، والله تعالى كان دائما يحاج المشركين بهذا المنطق، بمنطق السببية. كيف خلق الإنسان؟ كيف خلق الحيوان؟ كيف خلقت الإبل؟ كيف خلقت السماء؟ من خلقها؟ إنه هو بحث عن السبب. أم خلقوا من غير شيء؟ أي لا بد أن يكون هناك سبب. إن هذا المنطق في هذا الباب لا يمكن أن يختلف فيه لا أشاعرة ولا ما تريدية ولا غيره. هذا مسألة مجمع عليها.
إنما يقع الاختلاف في شيء آخر، هو هذا الاقتران بين ما نسميه سببا ومسببا. هو اقتران، أي يقع السبب فيقع بعده مسبب. كيف يقع؟ كيف يقع؟ بعض من لم أو من جازف قال إن الأشاعرة يرفضون هذا الاقتران العلي وهذا الإيجاب أو العلاقة بين السبب والمسبب، وهذا في الحقيقة ليس سليما. أما التأثير بين السبب والمسبب فذلك أمر سلم لأنه مرئي، ولكن هل هذا السبب بذاته هو مؤثر أم لا؟ هذا هو السؤال الذي طرح. فهؤلاء يقولون إن السبب حاصل ولكنه، وذلك الاقتران لا بد أن يقع، ولكنه ليس بذاته، وذلك يتحدثون عن نفي التأثير بالقوة ونفي التأثير بالطبع. فالأشياء بنفسها ليست مؤثرة، يقع التأثير ولكن بإقدار الله للشيء ليقع، وهذا شيء هو الذي وقع فيه. والأشاعرة هم في الحقيقة منهم من يقول بهذا الإيجاب أو التأثير ما بين السبب والمسبب، هم فئة تقول بذلك وفئة ترفض ذلك وتمنعه. لذلك ليس لهم قول واحد، تتحدث عن الأشاعرة باعتبارهم فئة واحدة أو طائفة واحدة. هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، الذين قالوا بالحال في الصفات كلهم قالوا بالتأثير بالسبب والمسبب، الذين قالوا بالحال. والحال في تعرفون الأحوال، الحال في 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 في, في, في العقيدة هي نظرية، بعضهم يقول هي لا تكاد تدرك لا تكاد تفهم. ودائما يسألوك بعض الأساتذة مع أحوال أبي هاشم، ما هي أحوال أبي هاشم؟ وهي نوع من الفهم فيه أن هذه الصفات بحد ذاتها ليست موجودة استقلالا، إنما نتحدث عن حال. فهم يقولون إن الله، كون الله عليما وسميعا وبصيرا هذه حال، صفة هي حال، ولكنها لا تقتضي وجود علم مستقل هو العلم وكذا وكذا. في قول الأشاعرة عندكم حينما تقرؤون العقيدة من صفاته العلم والقدرة والإرادة وكذا، وكونه هذه كونه فيها نوع من الالتقاء مع فكرة الحال. ولكن هم يثبتون، لأن لو لم يقولوا بأن الله من صفاته العلم والإرادة والقدرة والسمع والكلام والبصر لسموا حينئذ معطلة. ولكن حينما يقولون هذا يردفون بما يفيد معنى الحال، فهم حقيقة جامعون. أما المعتزلة عموما فإنما يقولون بالحال، ويقولون بأن هذه الصفات ليست موجودة باستقلال، وإن الله عليم بعلم هو وقادر بقدرة هو وسميع بسمع هو، أي ليس هناك انفصال حتى لا يتعدد القديم. يقولون بهذا في مباحثهم الاعتزالية، غير المعتزلة لا يقول بهذا. وهذا أبو هاشم يقول بأن هنالك حال. بعض الأشاعرة يقولوا بالحال أيضا، وهم إذا قسمان. فالذين قالوا بالحال قالوا بالمعنى، وهم يقولون بالتأثير بين السبب والمسبب بالعلة والمعنى. وباقي وقد تجدون هذا في بعض كتب الجويني، بعض كتب الأشاعرة تجدون أنهم يتحدثون عن العلة المؤثرة. ولكن هؤلاء الذين قالوا بالعلة المؤثرة من الأشاعرة إنما هم من قالوا قبل ذلك بالحال في الصفات. وهذا طبعا هذا كله بحث يعود بنا إلى علم الكلام، ولكنه هو الواقع. فلا يمكن أن ننظر إلى الـ إلى إلى العلة باعتبارها مؤثرة وغير مؤثرة حتى نعبر عنها. طبعا هذا ليس، نحن نتحدث عن الباحثين من الناس العاديين، هذا الشيء كله ما أنا ما نقوله، ولكن إحنا مع الذين يحضرون بحوثا وينجزون أطارح. أخيرا باش نقول لك واحد كلمة، فأنا أخير استوقفتني في قضية المذهب الحنفي الذي لا يقول
بالولي او عند هذا. قلت بان في 255 بان لا ماشي 255 قبل هذا 236 الولايه في المذهب الحنفي. قلت بان المذهب الحنفي لا يقول بالياك 236. انا غادي نقول لكم كيفيه عاد مرصفي ماشي شي غلط تحت. المذهب الحنفي لا يقول بالولي. طبعا هذا الشيء الذي يسمع الذي يكتبه الناس هذا ماشي صحيح، ليس صحيح. يجب ان نتحدث عن كيف نجرأ الى الناس هذا الفعل، لانهم قرأوا شيئا من ذلك في بدايه المجتهد، وكل يعيد ما قاله هذا في بدايه المجتهد. لما لا نعود الى كتب الحنفيه انفسهم؟ الحنفية لهم كلام، أنت ذكرت بعض شيء، ولكن أبو حنيفة في كل قضايا المذهب له قول، وتلميذه أبو محمد الحسن لهما قول باعتبار أنهما لا لازم وعرف مذهب المالكي ونقح نحو من ثلث مذهب أبي حنيفة. زين، ثم هناك قول مختلف يقولون إن هنالك ولاية شركة، ولاية هي شركة بين المرأة ووليها، هذا موجود عندهم. يقولون كذلك بالولي عموما مطلقا، ويقولون بأن هذه المرأة إذا عقدت عقد عليها زوج عقدا شرعيا، ثم تبين بعد ذلك أن هذه المرأة تزوجها غير كفء لها، أو تزوجت أعطي لها دون صداق مثل، فإن لوليها الحق في يقول من جهة الولي، من يطلع هذا الولي؟ ما كانش الولي فين جابوه فين؟ إن لولي الحق في فسخ النكاح. إذا لم يكن الولي ما كانش الولي. وإذا كان الولي أنا كاين الولي. إنما يختلف مكانه من مذهب إلى آخر، ففي المذهب الملكي يجب أن يكون حاضر حين العقد، ولكن في مذهب أبي حنيفة يجب أن يسلمه، وإلا فإن له حق النقض، إنه يمكن أن يفسخ هذا النكاح. ويقول الحنفية أمر آخر، يقولون رأينا أن بعض الأولياء قد يجدون غضاضة في أن يردوا هذه الأنكحة أمام القضاء، إن ابناتهم كذا ربما يقع لهم الحرج، فلذلك قالوا إن هذا النكاح يرفض أو يحل من باب الإمامة. وفي المبسوط للسرخسي الذي أشرت إليه قال عمر لأمنعن الناس فروجهن إلا من الأكفاء. قالوا بأن هذا قضية الولاية وهذه الشروط أصبحت أيضا من مسؤولية الدولة، هذا بعيد. ثم قالوا قولا ثالثا وهو أن الولاية تجب من باب الفتوى. إذن هم يجيبونها الولاية أصلا وهي حق الولي، ثم يقول إن إذا لم يقل بها الولي أو لم يقوم الولي بالمطالبة بهذا لأنه تحرج فإن من حق الدولة تفعل ذلك أو يفتى بذلك. ما أنا شو قول نقول هذا الكلام؟ إنما نقول إن هناك قول واحد في الولاية، قول واحد هو هذا الذي تحدث به ونحن ما احنا على كل حال احنا ليس لنا قول، لا نقول قول، نقول كتب الحنفية امامكم انظروا. اخيرا اقول في فصل ذكرت لك قلت عبارات لم تعجبني، ان قلت فيها ان العبودية ولا كذا كانت في القديم كان في الشعوب كذا، وربما كان فيها خير للناس، يعني ربما يكون الإنسان عبدا أو رقيقا ويكون شيخا. أذكرت هذا الشيء 56 أنا أقول العبودية لا خير فيها لأي أحد. أكيد شيخ أن يكون الإنسان جائعا أولى من أن يكون عبدا لغيره. والشريعة ليس لها أي تشجيع على الرق ابدا، ولا يصح الان ان نقول هذا في دراستنا الجامعيه ولا في اطارها، لا،
لأن يمكن تعرفوا ستجدون أناس آخرين سيشنعون بهذا. المسلمون قالوا، العلماء قالوا، إذا وجد طفل ملتقطا فادعاه مسلم وكافر، فقال الكافر هو ولدي، وقال الكافر وقال المسلم هو عبدي، فأنا نحن بين هذين، رجل مسلم يقول هذا عبدي، والكافر قال هذا ولدي، فإنه يعطى للكافر ولا يعطى للمسلم، لأن خروج هذا من الكفر أيسر له من خروجه من العبودية، إن إذا دخل العبودية لا يخرج. أما يمكن يجي يروح المحاضرة ويقول للمسلم صافي، كيف تخرج؟ هذا هو العبودية يجب أن نتعامل معها على أساس أنها كانت واقعا عاما. لا يمكن بجهة واحدة أن تزيل العبودية، ما تحمل لا الإسلام ولا غير الإسلام، نحن نريد أن نلغي العبودية، لا نستكثر منها، لا نفتح مداخلها. طبعاً الإسلام كان دائماً تحرير رقبة، كان كذا، كان يمنع، ورجل باع حراً وأكل ثمنه، ولكن هل نحن كنا نحكم العالم؟ أبناؤنا كانوا أسرى عند الآخرين. تعرفون أنه حينما كانت بعض الجهات تمتلك القوة كانت تقول، نحن نعرف أن محمد حسن الوزان كيف أخذ، كان أسر، وبمجرد أن أسر بيع إلى البابا، ثم أصبح هو الذي يدل. إذن ما دام أبناؤك يعاملون بهذه القضية ما يمكنش تعامل بتعامل آخر، لهم تعامل إلى أن يتم الاتفاق. ولكن توجه الإسلام ماض إلى مناهضة الاسترقاق بكل الأساليب، لأنه فيه من مصارف الزكاة، فيه أن الناس لا يمكن أن، فيه أن المرأة إذا تزوج أو تزوج أو تسر بها كذا تصير أم ولد وتصبح دائما. الإسلام لا يتجه إلى استعباد، يتجه دائما إلى إحنا نشوفه، ما عندنا نقول بين لا بد أن نلقى هذا وكذا وكذا. هذه مرحلة كان فيها العالم ماشي فيها المسلمين، ما كانش عندنا احنا بوحدنا الخيار. واذا رجع لهذا العالم الاسلامي هذه هضره اخرى. الان كاين، غادي نقولها الان كاين استرقاق وعبوديه جديده، دعنا مما يتحدث به في بعض الدول بان هناك مناهضه الرق وكذا في افريقيا، ولكن هناك رق مسكوت عنه. حينما تلاحظون هذه الظاهره ان الان بعض الاوروبيين لا يتزوجون، وإذا تزوجوا لا ينجبون، وإذا تزوجوا كان زواجهم لا يؤدي إلى إنجاب مثلي. إذا فهم الأساس يتبرمون من الزواج، يرونه عبئا ومشكلة، ولكن في المقابل يرون أن لهم الحق في الأبوة والأمومة، والأبوة والأمومة إنما تأتي عن طريق الزواج، هم يرفضون الزواج ويقبلون نتائجا. فماذا يفعلون؟ يطوفون في العالم ويأخذون الأبناء. رأيتم مرة كان في إفريقيا طائرة فيها 100 طفل مسروق، وتدخل فيها الرئيس الفرنسي وكذا، وهذا يقع كثيرا في حالة نكبات وكوارث وكذا. دائما يأتي هؤلاء فيأخذون أبناء، وبعض المرات الآن يأتي هؤلاء ويأخذون أبناء من عائلات ويقولون بأنه سيتكفل به وكذا وكذا ويقول. وطبعا ما راهش يعطيونا مجانا، عائلات فقيرة كان يعطيونا مجانا كل 10 كيلو. هذا الولد الآن ماشي شبع، هذا ماشي باب، هل له هو الآن في سن تسمح له بالرضا والقبول؟ أبدا، هو لا يستطيع، هو طفل صغير رضيع يؤخذ ويباع كما تباع كل البضائع، لا يعي شيئا من نفسه، يجد نفسه في بيئة أخرى لا تشبه لا في الدين ولا في اللون ولا. أليس هذا استرقاقا بطريقة خاصة؟ والمجتمع المجتمعات الآن تبارك هذا وتخبر به. أنا يبدو لي حتى بالنسبة للمسلمين، الناس الذين يعطون أبنائهم هذا مش صدقات ولا مساعدة، هذا حرام. وحنا نقول الآن في هذا العصر للذين يقولون بأن الإسلام كان مع الرق، نقول لهم نحن الآن ضد الرق بهذه الصورة التي يتم بها. أولاد الفقراء يبقون فقراء في أوطانهم، وذلك في حماية لهويتهم ولكرامتهم ولإنسانيتهم. أما أن يكون الناس فقراء ويشترى منهم الأبناء يوميا ولا أحد يعتبر ذلك رقا، إنما يتحدث عن الرق الإسلامي ويبحث وينبش في الماضي، وهذا نوع من 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 أخطأ خطأ حاضر. أنا ذكرت بعض ما ذكرت وسأعطيك
ما كتبت في هذا إن شاء الله، وأنا أقول هذا لا يغض من هذا، هذا بحث جيد، وهذا طبعا سيد في الاتجاه الصحيح، ونرجو إن شاء الله أن أنت تكتب الحمد لله أنا أصبحت كاتبا ويقرأ لك الناس، هذا جيد، وأحب لكل الطلبة ولكل خريجي هذه الدار أن يكتبوا، لكن يحتاج هذا إلى ثقة في النفس. ما عندكم هو أفضل بكثير مما عند كثير من الناس، إنما يجب أن نعتبر أن الشهادة يجب أن تؤدى، وأن كلامنا في هذه اللحظة واجب، فإذا صمتنا الآن فلا معنى أن نتحدث، لن ننتظر من الناس وبعد ذلك أن نتحدث. هناك إشكالات تطرح، الناس تكلموا على الإرث، يعرفوا الإرث أكثر من أصحاب دار الحديث، شكون يعرف الإرث في المغرب أكثر منكم؟ ولكن حينما تقول ولا أستاذ بدار الحديث الحسني ستخرج كثيرا من الأفواه، لأن الناس ماشي لأن هم يأخذون دائما الحيوية ديالهم من السكوت، ولكن تكلموا ثلاثة أربعة من علماء دار الحديث ينتهي هذا، وهذا شيء يجب أن ينتهي، لأنه لا يقود الأمة إلى خير، احنا دائما نقولها، هذا هو نبش في هوية. والنفس الهوية ماشي عنده أثر مادي أو نعطي للمرأة، المرأة ما يعطي للمرأة ولا الرجل، ولا يترك وأنا نقول لك هم داو المسائل ديالها وداوها ليهم، ما سولوش المرأة أنها اللي داو، فاش لفتوا للنوار، ولكن الآن يجروا المرأة لهذا الصراع، صراع لا يفيد، نحن نريد أن يكون المغرب مطمئنا، وأن يكون كل واحد مستمتعا بحقوقه الكاملة، ولكن من غير مس بالهوية وبالخصوصية وبما هو مؤصل وثابت. أنتم طبعا حينما تكتبون إن شاء الله ستكون يعتدل هذا الميزان ويعرف الناس أن المغرب لأن هذا الدار اللي تولى فيها رشاق أن يوجد فيها، ونقول بأن هي لحمة دفع الإسلام في هذا البلد، هذا الدار مسموش إلى جامعة كلية جيد وكذا أبدا، جات في واحد اللحظة جاءت هذه إشراقة الحسن الثاني رحمه الله قال بيرو دار الحديث، فجمعت من العلماء من لم نكن نعرفه من السوس للشمال كذا، والعلماء تعرفوا أول ما تعرفوا تعرفوا في الدار والشاغل واحد الأطارح، أي ما كتب في هذه الدار لو خرج للناس شيء كبير جدا، ولكن أنتم الحمد لله عندكم الآن إشكالات أخرى وعندكم قضايا أخرى وعندكم الحمد لله الزاد المعرفي، وإنما أقول يجب أن توضعوا في السياق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.